دي story problem. story problem دي بتاعت subtraction. بيقول لي هنا there are five bananas. انا عندي النمبر الكبير اسمه ايه؟ five. the monkey ate three bananas. how many bananas are left؟ اول ما اشوف كلمة left دي يبقى انا هعمل minus. هعمل minus او subtraction. هعمل minus او ايه؟ subtraction. طيب انا عندي الحتة دي اللي بيجيبها لي بتبقى فاضية، يعني مبقاش فيها، بصوا كده ما بيبقاش فيها الحتة دي، بتبقى فاضية، فدي اسمها work area. work area. طيب تعالوا نشوف هنا انا النمبر الكبير عندي فين. طالما قال لي في كلمة left شفتها كده في اخر السؤال، يبقى انا كده هعمل minus. النمبر الكبير عندي 5، فانا هعمل كده 5 minus، عشان انا كده هشيل 5 minus 3. طيب الwork area بتاعتي هنا هو بالفعل جايب لي 5 فيها وشال منهم، عمل كروس اوت ل 3، يبقى 1 2 3. هيتفضل كام؟ هيتفضل 2. طيب تعالوا نشوف هنا، بيقول لي جانا هات 3 بالونز، 2 اوف ذيم popped. هاو مي بالونز ار ليفت؟ ليفت الورك اريا بتاعتي هنا فاضيه. انا هعمل لنفسي مساله، هقول ايه 3 النمبر الكبير هشيل منه النمبر الصغير، النمبر الكبير هشيل منه ايه؟ النمبر الصغير. النمبر الكبير 3 النمبر الصغير 2 equals، وهعمل هنا في الورك اريا ايه؟ هرسم النمبر الكبير 1 2 3، هرسم اي شكل انا عايزاه، ممكن كده ممكن سكوير ممكن تراينجل اي شكل، بس احنا عملنا سيركل. طيب انا هشيل كام؟ هشيل 2، فهعمل كروس اوت ل 2. هعمل كروس اوت لايه؟ ل 2. هيتفضل ايه؟ يتفضل 1. يبقى ذا ديفرنس الاختلاف هي بوب اتفرقعوا يعني. طيب الاختلاف بقى بتاع ذا ديفرنس از ايه؟ از 1. يبقى كام اللي اتفضل معايا؟ 1.